اهلا بكم مشاهدينا من جديد. برعاية صاحب السمو الملك الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، افتتح أمس الاثنين مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز التخصصي للأطراف الصناعية، وهو الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. مشاهدينا التفاصيل في التقرير التالي. مشاهدينا نعتذر عن هذا الخلل الفني، لكن طبعا التفاصيل اكيد متواجده بشكل اكبر مع ضيفنا في الاستوديو الاستاذ سامي العنزي اخصائي اطراف صناعيه اكلينيكي معتمد. مساء الخير استاذ سامي. مساء الخير، اهلا وسهلا. بدايه حدثنا هذا المركز، وفعليا هل هو كما قيل الاكبر على مستوى الشرق الاوسط؟ هو مركز فعلا الاكبر على مستوى الشرق الاوسط من نوعه. المركز تم افتتاحه بناء على حاجه مراجعين مركز الامير سلطان للاطراف الصناعيه والجبال. المركز كان قديما جزء من مباني المدينه، كان مركز صغير جدا، ولما شفنا حالات تستدعي انه احنا نتوسع ونفتح مركز اكبر فتحنا المركز هذا، والان ان شاء الله حيزيد الطاقه التشغيليه للمركز هذا، وبامكاننا برضو نزيد اعداد المراجعين للمركز هذا، ونحاول نخدم اكبر عدد ممكن من المراجعين باذن الله تعالى. اللي كان متعارف في السابق على المركز انه مركز تاهيلي اكثر من انه مركز تقديم اطراف، لكن الان طبعا مثل ما ذكرت الموضوع توسع وصار في عدد اكبر من المستفيدين، لكن من المستفيدين تحديدا بالنسبه لكم من المركز؟ هم اختي بس عفوا، هو الاطراف هي جزء كبير من التاهيل. هو فكره المدينه تاهيل المرضى، اي مراجع للمدينه تقريبا 90% من المراجعين الا ما يحتاج خدمه مركز اطراف صناعيه، سواء جبيرة مساعدة تقويمية مساعدة للمشي، أو يكون عنده بتر ويحتاج طرف صناعي يساعده أنه يمشي. فالمركز الآن تطور، فصرنا إحنا نتعاون مع العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي. أي مراجع للمدينة يتم تقييمه من قبلنا، من قبل التيم كامل في العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، ونحاول نقدم الشيء المساعد لعلاج المريض سواء في الاطراف او في الاجهزه. طبعا مشاهدينا هذا طبعا اكيد شرح مفصل الاستاذ سامي، لكن ايش رايكم احنا وضيفنا نتابع طبعا معكم التفاصيل هذه المره من خلال التقرير. دشن سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود افتتاح مركز الأطراف الصناعية لذوي الإعاقة والوحدة الجديدة لتنويم الأطفال مساء أمس في العاصمة الرياض. ان شاء الله لما يكون جاهز بيكون طبعا مؤهل للعرض. نرجع مره ثانيه لضيفنا الكريم استاذ سامي. مشاهدينا مثل ما ذكرنا ان شاء الله بنحاول نعرض التقرير، في مشكله ظاهر بسبب تغير الاحوال الجويه، ان شاء الله تكون يعني غيوم خير وتمطر بالاخر. اخوي سامي رجعنا لك مره ثانيه، تكلمنا من شوي عن الاشخاص المستفيدين من هذا المركز، لكن من شوي احنا نستعرض طبعا الاجهزه المستخدمه للاشخاص اصحاب مثلا الحوادث لا سمح الله. في انواع مختلفه، في انواع مثلا من الاقدام الصناعيه تستخدم بشكل عادي، في اقدام صناعيه تستخدم في للجري مثلا او الممارسات الرياضيه. انتم تقدموا الاساسيات او كل انواع الاطراف الصناعيه تكون متواجده في المركز؟ احنا نقدم جميع انواع الاطراف الصناعيه. طبعا هو تقديم نوع خدمه الطرف الصناعي نقدمها للمريض هي بناء على حاجه المريض. في التقييم الاساسي للمريض هذا الفرق اللي احنا نسويه، احنا اهتمينا قد ما نقدر في الجوده اللي نقدمها، جوده الخدمه اللي يقدمها المريض. احنا مش بس طرف صناعي والسلام، في مراكز كثيره تقدم اطراف صناعيه، احنا نهتم في ادق التفاصيل. احنا نفكر انه الطرف الصناعي هذا طرف صناعي يعيش مع المريض، فهو حيكون معه طول اليوم طول الوقت. كيف احنا ممكن نقدم الطرف الصناعي هذا بطريقه تفيد المريض في حركته، في يمارس اي رياضه هو حاب يعملها، اي هوايه هو عنده احنا نعرفها ونحاول نساعد المريض فيها. لما نقيم المريض تقييم نوع القدم الصناعية، نوع الركبة الصناعية للمريض، نوع الحاضنة اللي يركب فيها الجزء المبتور عند المريض، كلها تتم على حسب معايير معينة يقاس عليها خلال تقييم المريض. إذا المريض نشاطه عالي وعنده والله مثلا حاب يجري، حاب يعني أنشطة رياضية، أنشطة رياضية، احنا ممكن نساعده في الموضوع هذا. عندنا أمثلة برضه في الريبورت، أتوقع لو كمل كان موجود في واحد من الإخوان اللي عندنا، برضه هو موظف معنا وبرضه عدى عالمي، عنده ميدالية برونزية في الجري.
بطرف صناعي. فزي ما قلت لك احنا قد ما نقدر نحاول نعطي الخدمه اللي ممكن تاهل المريض يمارس حياته الطبيعيه. نعم. قد ما نقدر. طب بعض الحالات كانت يعني مو عندنا فقط على مستوى العالم توصف بانها حالات صعب جدا ويركب لها اطراف صناعيه. صحيح. بحسب ما قرأنا أن المركز ما شاء الله مؤهل لتقديم مثل هذه الخدمات للحالات، لكن إيش هذه الحالات اللي تعتبر صعبة جدا؟ أصعب الحالات بخصوص يعني هي إحنا شغلنا قسمين أساسيات، اللي هو الحالات البتور اللي يحتاجون أطراف صناعية، في جزء ثاني اللي هم عندهم إعاقات ناتجة عن أسباب من الولادة، صار إعاقة سيارة، فهذا الجزء الأساسي. الجزء الأول الأطراف الصناعية البتور غالبا لما يكون في بترين في الجسم، الأطراف العلوية أو الأطراف السفلية، هنا يكون صعوبة في الموضوع. فتخيل أنه يكون جزء من الفخذ مثلا باقي فيها 20 سنتي تقريبا، حيوقف عليه ويحط وزنه كله، فحيكون الضغط عالي. هذا لما يكون طرف واحد بس، بس لما يكون بترين حيكون الموضوع مجهد أكثر للمريض ومتعب أكثر. وبالنسبة لنا إحنا الصعوبة في الموضوع أنه كيف إحنا نعمل ديزاين معين يناسب المريض ويقدر يمشي ويمارس حياته بدون ألام ويكون مرتاح فيه، هنا الصعوبة في الموضوع. لكن الحمد لله في حالات كثيرة كانت ناجحة معنا وتوفقنا فيها الحمد لله. الحمد لله. طيب بالنسبة للأطفال، هل في مثلا خدمات أخرى مقدمة للأطفال أو تكون أوسع من الخدمات المقدمة للكبار أو تقريبا نفس المستوى في كل هي الأسنة؟ تقريبا نفس المستوى زي ما هي على حسب حاجة المريض سواء طفل أو كبير في السن. في خدمة جديدة الآن احنا بديناها مع المركز اللي هي خدمة الكراسي المتحركة أو تفصيل الكراسي المتحركة. في كثير من الأطفال اللي عندهم إعاقات وما يقدر يمشي فيكون غالب وقته يكون على الكرسي. الشخص الطبيعي لما يكون قاعد على كرسي مدة 3 ساعات ما يتحمل انه قاعد، فلما يكون طفل معاق ومجبر انه يقعد على الكرسي. نعم. الموضوع ما حيكون مريح ابدا لما يكون طول يومه قاعد على الكرسي هذا. فاحنا وفرنا خدمة تفصيل الكراسي المتحركة انه نكون نوزع وزن الجسم وهو قاعد في على كامل في وضعية مناسبة للمريض. ايضا غالبا يكون عندهم ضعف في العمود الفقري او تشوهات في الظهر، فهذا الكراسي المتحركة هذه تكون فيها دعامات انها تدعم العمود الفقري وتدعم وضعيه الجلوس عند المريض. بالنهايه نحاول يعني نخفف او نمنع التشوهات الناتجه عن الجلوس بشكل مستمر. طب من خلال خبرتك ايش اكثر الحالات اللي تيجي تزوركم في المركز تكون ايش سببها وايش نوعيه اعاقتها؟ يعتمد، اذا هي بالبتور عندنا تقريبا اكثر من 30% بتور حوادث سيارات. النسبة الثانية الأكبر اللي هي ناتجة عن أمراض السكري، فيكون في البداية مثلا غرغرينة أو قبل غرغرينة يكون في جرح صغير ما في اهتمام في القدم، قدم سكرية، يتطور الموضوع يصير في غرغرينة ينتج عنه بتر وبعدين طرف صناعي للمريض. الحالات الثانية في كثير أطفال نقص أكسجين أثناء الولادة تسبب عندهم شلل، إعاقة عقلية مثلا أو شلل إعاقة عقلية بالضبط، شلل غالبا. فيه نسبة ما يستهان فيها بحادث السيارات برضو في الجبائر وجهة التعويضية، إصابات في العمود الفقري كثير، في إصابات في الدماغ، في كثير حالات. والمركز التقرير مشاهدينا يفترض أنه جاهز. خلنا نحاول هذه المرة نستعرضه بشكل كامل مشاهدينا ونعتذر لكم لأن يعني الموضوع خارج عن إرادتنا بسبب طبعا سوء الأحوال الجوية. خلنا مشاهدينا نتابع التقرير نتعرف أكثر على التفاصيل. دشن سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود افتتاح مركز الأطراف الصناعية لذوي الإعاقة واللوحدة الجديدة لتنويم الأطفال مساء أمس في العاصمة الرياض. حسينا أن أولادنا وأطفالنا والمعاقين وأشوف أنها التقدم ونستطيع خدمتهم هنا بأفضل خدمات ربما في العالم تكون هنا، هذا الواحد يشعر بالراحة النفسية ويذكرني أن ربما لأول مرة أقولها بعد وفاة سمو سيدي الأمير سلطان رحمة الله عليه. عادة أي ورثة أو أبناء وبنات يتكلموا في أشياء ثانية، الأول شيء عمل ما بيننا هو كيفية تطوير واجتماع رسمي لكيفية تطوير مؤسسة الأمير سلطان الخيرية وكيفية العمل لتطويرها كما نعلم ما يريد الأمير سلطان أن يكون. فهي سعادة دائما تطوير المدينة الطبية، عمل كل الإمكانيات إن شاء الله للزيادة
في كل ما نحتاج. الجدير بالذكر أن المركز هو الأول من نوعه بالشرق الأوسط، وقد صرح الأمير خالد أن أبناء وبنات الأمير سلطان مستمرون في حمل رسالته الإنسانية. رحمك الله يا سلطان الخير. لبرنامج سيدتي إيمان التركي. مشاهدينا رجعنا لكم، رجعنا ضيفنا الكريم واخوي سامي. بحسب ايضا الاخبار انكم حاليا عندكم القدره على تصنيع الكتروني للاطراف. نعم، هذه خدمه جديده مع المركز بدانا فيها من شهرين تقريبا. الفكره في الموضوع انه الان المقاسات في الجبر والاطراف تعتمد على الجبس او البلاستر كاست، على الجزء اللي محتاج له جبيره او طرف صناعي. الان الخدمه الاليه هي عن طريق تصوير ثلاثي الابعاد عن طريق اشعه ليزر وكاميرا للجزء المبتور للمريض او الجزء من القدم المحتاج الجبيرة. فهذه حتكون صورة ثلاثية الأبعاد على برنامج مخصص في الكمبيوتر. بدل ما يأخذ منا ساعة الآن حيأخذ منا دقيقتين شغل بس. سكانر وسكان فقط دقيقتين تقريبا. بعد كذا حيروح للبروجرام. البروجرام هذا يعمل، نعمل الموديفيكيشن أو التعديل اللي إحنا نحتاج نسويه. بدل ما كنا نعمله في البلاستر حنعمله في الكمبيوتر، وبعدين حنرسل معلومات كاملة لجهاز روبوتيك آرم، جهاز تصنيع آلي هو حيصنع مخصص لتصنيع الجبائر، فهو حيصنع الجبيرة بنفس الكفاءة، تكون الجبيرة بنفس القوة ودقيق جدا. بدأنا تجريبيا نحن فيه. وقت التصنيع ياخذ تقريبا من 20 دقيقة إلى نص ساعة بالكثير، فهذا الشيء يسرع كثير عندنا في الإنتاج إن شاء الله. وبإذن الله أنا بفضل الجهاز هذا ممكن نختم شريحة أكبر إن شاء الله من مراجعينا بإذن الله تعالى. هذا الجهاز هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط بالتقنية الحديثة هذه الموجودة. والحمد لله يعني المسؤولين المدينة ما قصروا، وإن شاء الله أنه نقدر نفيد فيه وننفع فيه كل المراجعين بإذن الله إن شاء الله. طب وبالنسبة لكم يعني هل مثلا بيكون في دورات تدريبية للموظفين، نوع من الابتعاث، تعاون مع مراكز عالمية خارج المملكة أو حتى هنا في الداخل؟ نعم، إحنا عندنا عقود مع شركات أوروبية رائدة في مجال الأطراف الصناعية والتعبئة، وباستمرار عندنا دورات تأهيل الموظفين. ما يميز المركز حقيقة أنه بالعادة يكون في تصنيع الأطراف والجبار يكون الشخص الأخصائي يكون ماسك كذا حالة. إحنا وزعنا الأخصائيين لكل حالات معينة، يكون في أخصائيين معينين. هذا الموضوع ساعدنا في دقة التصنيع، ولما يكون واحد يتعود على حالة معينة يسويها كل مرة، طيب يكون هو عنده علم كامل بالحالة هذه وكيف هو يتعامل معها بدل ما يأخذ كذا حالة. فعملنا سب سبيشاليتي لكل أخصائيين، صار لهم مجموعة من حالات معينة يشوفونها، وهذا طور كثير في الخدمة عند المرضى وساعدنا كثير في الإنتاجية. طب والآن الخدمات مقدمة فقط للمواطنين في المملكة أو في مثلا حالات تجيكم من برا، مثلا من دول مجلس التعاون أو أي دول خارج حدود هذه المنطقة؟ إحنا عندنا تعاون مع أغلب دول الخليج، في السفارات الإمارات، الكويت، البحرين، في كثير مراجعين يجونا من خارج المنطقة. والهدف أنه إحنا من ضمن الخدمات اللي إحنا نقدمها، إحنا برضو عندنا ساتلايت كلينك، فإحنا نطلع نسافر ساتلايت كلينك بالضبط. الأخصائي يسافر إلى مدن ثانية، إحنا عندنا عقد مع أرامكو مثلا، نروح للمستشفيات الثانية ونقيم البيشنت ونشوف ايش يحتاجون. إذا ممكن نقدم الخدمة في نفس المكان نقدمها، واللي يحتاج مركز الأمير سلطان نحوله على المركز عندنا احنا. فالهدف انه نتوسع قد ما نقدر. تفضلي. ان شاء الله. بالنسبة لخططكم المستقبلية، الخطة المستقبلية اللي قريبا جدا ان شاء الله راح المركز هذا مش بس حيكون مركز للتصنيع، هو برضه حيكون مركز للتدريب باذن الله تعالى. فالفكرة ان نحاول نوجد كفاءات وطنية مدربة ومؤهلة للتعامل مع الأطراف الصناعية وأجهزة التعويض باذن الله تعالى. هذا الشيء قريب باذن الله حيكون بإذن الله تعالى. نتمنى لكم التوفيق على ما شاء الله هذه المجهودات الجبارة. سامي العنزي أخصائي أطراف صناعية إكلينيكي معتمد، شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك العافية. شكرا. مشاهدينا أكيد فقراتنا في سيدتي مستمرة ومتنوعة، لكن من بعد الفاصل. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة.